السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الدور الثاني الأبطال، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبعا اعذروني على التأخير، أنه على أساس من البارحة يعني أنزلكم المحاضرات، لكن صراحة شوية لود علي هاي الفترة. عندي محاضرات يعني كل كليات العراق، مرحلة أولى ثانية ثالثة، فشوية لود علي صراحة يعني. المهم أبطالنا، إن شاء الله اليوم المحاضرات هاي رتبت لكم إياها يعني مثل ما بخاطركم يعني، أوكي؟ وإن شاء الله تفهمونها بكل سهولة. حضرت لكم يعني حتى ملخصات وترتيبات وشغلات حلوة يعني، مقبلات وإلى آخره، تمام؟ أبطالنا اليوم عندنا المحاضرة اللي هي الأنتي مايكروبيال، أوكي؟ أنتي مايكروبيال أند أنتي مايكروبيال ريسيستنس. عندنا المحاضرة الأولى، تمام؟ عندنا المحاضرة الأولى لطلاب طب موصل. شوفوا طلاب، أنا بداية لازم تعرف شنو عنوان المحاضرة حتى تقدر تسحب دماغك شوي شوي تفهم المحاضرة. طلاب احنا نحاول ان المحاضرة ما تتعدى 30 دقيقة، لكن نحاول قدر الامكان ما تعثرها حتى ما يكون بيها ملل، خصوصا يعني المحاضرة ما تكون مطولة يصير بيها ملل، اوكي؟ واحنا نحاول قدر الامكان انه نشتغل على فد مخططات حتى نوصل الفكرة بطريقة ابداعية، يعني خصوصا انا استند على هذا الشيء، تمام؟ فابدا وياكم انه عندنا الانتي مايكروبيال. طبعا عندي الانتي مايكروبيال اند انتي مايكروبيال ريسيستنس. طبعا عندي اولا انتي مايكروبيال كيميكال ايجنت اللي هي تيرم also include chemical agents such as chlorine or physical agents such as heat that has ability to kill most of all microorganisms. طبعا طلاب انت كطالب لما اجي اسالك شنو الانتي مايكروبيال، انت بحد ذاتك راح تقول لي هي فتشي، يعني هو راح اقول لك شنو هو الفتشي، يعني مثلا هو شنو، يعني راح تذكر لي يعني مثلا ماده كيميائيه وفيزياء، اقول لك صح ممتاز، اللي هي كيميكال ايجنت او فيزيكال ايجنت، تمام، ذات هاز ابيليتي تو كيل اور تو كيل موست اور اول مايكرو اورجانيزمز، تمام، يعني هي ماده كيميائيه. مثلا على سبيل المثال شنو الماده الكيميائيه، راح تقول لي الكلور. الكلور طبعا هو شنو الكلور، اكيد سمعانين بيه. الكلور هي الماده تستخدم لتعقيم الماء، تمام، اوكي، هذه ماده كيميائيه وغير مؤذيه حتى البشر اذا كانت كمياتها يعني معقوله نورمال او يسمونها اورداينري، اوكي. اما انه كيميكال او فيزيكال ايجنت، يعني انت لا تطولها عليك ولا تعقدها المعلومه، سهله جدا. انتي مايكروبيال، انتي معناها ضد، مايكروبيا ضد الميكروبات، اشياء تقتل الميكروبات، ضد الميكروبات. شنو هي كيميكال او فيزيكال ايجنت؟ اوكي، الكيميكال مثل عندي الكلورين، وفيزيكال ايجنت مثل عندي الهيت الحراره، تمام، ذات هاز ابيليتي تو كيل the most of all microorganisms. Antimicrobial therapeutic. Antimicrobial therapeutic chemical substance similar to the antibiotic but may be synthetic. Antimicrobial therapeutic يا طلاب يعني معناها شنو؟ يعني شوف. Antimicrobial therapeutics يعني معناها شنو؟ يعني معناها علاجات اللي هي chemical substance similar to antibiotic but may be synthetic، قد تكون مصنعة، اوكي؟ okay. زين دقيقة، هسه راح نرجع لكم فد معلومة حلوة مرتبة. شوف عندي بالنسبة للأنتيبايوتيك، الأنتيبايوتيك هي chemical substance made by microorganisms that can inhibit the growth or kill microorganisms. يعني شنو هي الأنتيبايوتيك؟ يعني هي مادة كيميائية مصنعة من الميكروبات نفسها وتقتل يعني سمها تاخذ السم من الميكروب وتقتل الميكروب نفسه، اوكي، يعني هيك تفهمها، اوكي. زين، هي chemical substance made by microorganisms that can inhibit or inhibit growth or kill microorganisms. طبعا عندي بكتيريوستاتيك، الانتيبايوتيك تقسم الى بكتيريوستاتيك وبكتيريوسايدال يا ابطال. شوف بالنسبه للبكتيريوستاتيك، هسه راح نجي ناخذ تقسيمها بكتيريو ستاتيك صح وبكتيريوسايدال سايدال. يا طلاب عندنا البكتيريو ستاتيك هي انهبت جروث، يعني شنو؟ تثبط نموها، ما تخليها تتكاثر. بكتيريو سادل تقتلها، ما تخليها اصلا عايشه، اوكي. زين انت راح تجي تقول لي دكتور اني اوكي فهمت، زين هذا السؤال شلون يجيني بالامتحان؟ واحنا اتفقنا انه دائما ندرسكم على صيغه الامتحان وصيغه فهميه وصيغه طبيب، هذا الاشياء اللي استند عليها. انت كطالب راح ممكن يجيب لك يقول لك عرف لنا الانتي مايكروبيال، اوكي، هذا ابسط سؤال، عرف لي الانتي مايكروبيال، تقول له كيميكال سبستانس، راح اعرف لك اياها يعني كم يعني على فهمي، اوكي. تقول له كيميكال ايجنت، مثلا عندي كلورين such as كلورين، تعطي مثال، او فيزيكال ايجنت such as heat that can maybe kill or inhabit that can that has ability to kill most of all microorganisms، يعني تقتل اغلب او كل الميكروبات، اوكي. زين انتي مايكروبيال ثيرابيوتيك اللي هي كيميكال سبستانس سيميلر تو انتي بايوتيك بات ميبي ساينثيتيك، يعني تقول ميبي ساينثيتيك. اما بالنسبه للانتي بايوتكس، هي كيميكال سبستانس، الانتي بايوتكس اللي هي مضادات حيويه،
اللي هي كيميكال سبستانس ميد باي مايكرو اورجانيزمز ذات كان انهبت جروث اور كيل ذا مايكرو اورجانيزمز. اوكي، هذا كل ما بالموضوع. ومثل ما ذكرت لك انه عندنا ممكن انه بكتيريو ستاتيك او بكتيريو ستاتيك، بس رح نجي نذكرها. هذا مجرد يعني كلام حشو، هذا الجدول يعني معلومات هيش ما مطالب اصلا، ما مطالبين به. اوكي، يعني تريد تطلعون عليه كيفك براحتك، بس احنا على ما ياخذ من عندنا وقت يعني بالشرح. زين، classification of the antibiotics طبعا عندي based on mode of action، يعني على عملها، او on their spectrum of action، يعني هي نفسها من هي يعني classification of antibiotics، اما انه على عملها شلون تشتغل، تمام؟ يعني شلون تشتغل. يعني مثلا اقول لك مو اكو بعض الانتيبايوتكس، بعض الانتيبايوتكس تثبط النمو وبعضها تقتلها اصلا، ما تخليها عايشه اصلا، ما تخلي الميكروبات عايشه. او على السبيكتروم، يعني شنو السبيكتروم؟ يعني اكو ميكروبات، اكو انتيبايوتكس تشتغل مثلا على سبيل المثال برود سبيكتروم. يعني شنو برود سبيكتروم؟ يعني جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، تشتغل يعني بين قوسين حام حيم، اوكي، تقتل ما تخلي كل شيء. اوكي، اما الاخرى اللي هي نار سبيكتروم، يعني تجي خصيصا مثلا للجرام بوزيتيف فقط او للجرام نيجاتيف فقط. اوكي، وصلت الفكره؟ ان شاء الله وصلت. شوف يا بطل، in order to the antimicrobial drug to the ideal it should interfere with the vital with the vital functions of pathogens that affecting the host cells, this is called the selectively toxicity. طلع هذا حشو، يعني بين قوسين حشو كلام. اوكي، تريدون تقرون براحتكم. المهم احنا دائما نركز على الاشياء المهمه بالمحاضره، دائما المحاضرات هي مو كلها تقرا، مو كلها تنقري، اكو اشياء مهمه اخذ منها الاشياء المركزه المرتكزه اللي تجيني بالامتحان، اشياء المهمه كطبيب. اوكي، اما اكو شغلات حشو يعني ما اركز عليها. زين، mechanism of action of antimicrobial drugs can be discussed under four headings. يعني يمكن انه antimicrobial drugs، يمكن انها mechanism of action antimicrobials، يعني هذا antimicrobials اوكي تقتل الميكروبات، لكن شلون تقتلها؟ راح اقول لك. شوف يا بطل، راح اذكر لك اياهن واجي افهمك اياهن على السريع. شوف، اولا inhibition of cell wall synthesis، ثانيا inhibition of cell membrane function، ثالثا inhibition of protein synthesis، رابعا inhibition of nucleic acid synthesis، inhibition of DNA and RNA، و inhibition of folic acid synthesis. يا طلاب يا ابطال، شوفوا inhibition of cell wall synthesis اصلا هذا على سبيل المثال انا عندي، تمام، هذه رسم، طبعا عندي رسم توضيحي. شوف على سبيل المثال هذه الخليه، اوكي، هذه الخليه هذه هي الخليه. اوكي زين، الخلية على سبيل المثال طلع اسم هذا الخلية. اوكي، السيل وول مالها من تكون، من يصير بي انهبيشن او دمج، راح الخلية تنقتل تموت. اوكي، يعني هو اللي حاميها، هو اللي حافظ المحتويات مالها، فمن يصير بي دمج تطلع المحتويات فما تنقتل الخلية. ثانيا انهبيشن اوف سيل ممبرين فانكشن، السيل ممبرين الداخلي اللي هو يسمح بتبادل المواد، تمام، يسمح بتبادل المواد، فهذا من يصير بيه خلل ما تشتغل. مثلا على سبيل المثال بلوك يقفل المواد، ما يخليها لا تدخل لا تخرج عليه، فهذا الشيء يقتل الخليه. ثالثا بروتين سينديزيس، الخليه هي اصلا تعتمد على تكوين البروتين، فاذا صار بي بروتين، اذا صار خلل انهبيشن في البروتين سينديزيس الخليه ايضا راح تموت. انهبيشن اوف نوكليك اسيد سينديزيس، ايضا الدي ان اي والار ان اي وفوليك اسيد سينديزيس، هذا ايضا من ضمن النقطه الرابعه. اوكي زين، بعد انا ايش عندي؟ هذا طبعا رسم يعني للاطلاع او للتوضيح، تحبون تطلعون عليه براحتكم. زين، عندي بعد عندي الميكانيزم اوف ريسيستنس. ميكانيزم اوف ريسيستنس يقول لك، ممكن سؤال يجيب لك انه what is the mechanism of resistance to antibiotics. طبعا عندي اللي هي شنو، ممكن اعرف لي اياها، والانتيبايوتيك ريسيستنس هي بنفسها شنو هي؟ تمام طلاب، فيكون الميكانيزم اوف ريسيستنس انتيبايوتيك ريسيستنس is evolutionary strategy that allows the microorganisms to survive in chemically hostile environment such as antibiotics. شوف طلاب، اللي هي شنو مثلا عندنا الميكانيزم اوف ريسيستنس، اللي هي ميكانيكيه المقاومه، يعني هذا شنو؟ يعني الميكروبات تقاوم الانتيبايوتكس، يعني هي انت جاي تستخدم انتيبايوتكس اوكي، وتصير مقاومه لها، يعني الميكروبات ما تتاثر،
بكل سهوله يعني. اوكي زين، ممكن يعرف لك، يقول لك عرف لي يعني الانتي بايوتكس ريسيستنس. انت تقول له ايفولوشنري استراتيجي ذات الاوز ذا مايكرو اورجانزمز تو سرفايف ان كيميكال سبستانس سوتش از انتي بايوتكس. خلاص عبر لي على المنطقه الاخرى. احنا بالنسبه لنا عندنا هنا هذا عباره عن شوف subsequently they have evolved mechanisms to obtain and exchange resistance determinate the elements of transmission or dissemination of genetic materials are plasmids, transposons, insertion sequences and integrons. شوف الطلاب، نجي هنا عندي resistance to antibiotics is divided into mechanisms either intrinsic to microorganisms or acquired. طلاب بالنسبة عندي resistance هذا بالنسبة عندنا موضوع ما اقول لك معقد، موضوع يعني الطلاب تعتبر معقد لكن هو كلش سهل. زين هذا حتى اسهل لك يا شوفوا شوف ايش قد راح اختصر لك الى تقريبا صفحه 8. هذا راح محضر لك اياه في ملخص يعني يلوق لوجهك، اوكي بين قوسين يعني احكي لك اياه. فنلتقي للملخص اللي هو resistance of antibiotics is divided into mechanisms either intrinsic or acquired. شوفوا طلاب حتى بس اوضح لك قبل أن ننتقل الملخص أنه مقاومة الأنتيبايوتكس هذه البكتيريا أو الميكروبات راح تقاوم الأنتيبايوتكس بميكانيكيتين، إما أنها انترنسيك كروموسومال تمام يعني بداخل يعني هي انترنسيك كروموسومال أو مكتسبة يعني. أوكي تمام طلاب، فننتقل معكم للملخص طبعا من أكاديمية ميديسن ستيشن. شوف طلاب ننتقل للملخص معكم. شوف وين هنا، شوف عندي احنا مثل ما اتفقنا انه عندنا هو كروموسومال صح، طبعا هذا نصا من يعني من الملزمة يعني حتى ما تخاف يعني نقول مثلا خارجي او كذا الى اخره، بس انه هنا بطريقة فهمية كاتب لك اياه وبطريقة مقارنة وبطريقة ربط يعني شنو يعني ما تنسى طول حياتك. اوكي راح افهمك اياه هسه. شوف يا بطل عندي هسه اول واحد عندي اللي هو كروموسومال، ركز لي هنا، وبعدها راح ننتقل للاكوايرد. اوكي زين كروموسومال سيجن ميكانيزمز اوف ريسيستنس تو انتيبايوتكس. اوكي زين نغير اللون مثال هنا تمام. اولا امبرميابيلتي ريسيستنس تو جلايكوبيبتايد انتيبايوتكس سوتش از فانكومايسين. طلاب يعني شنو هذا معناها؟ يعني هذا المايك الانتيبايوتكس لما يتصنع هو نوعه جلايكوبيبتايد انتيبايوتكس تمام. الجدار الخليه البكتيريه يتكون من جلايكوبيبتايد. اوكي فهذا الجلايكوبيبتايد على سبيل المثال خلينا نعطيك مثال بوزيتيف، وجدار الخليه البكتيريه ايضا بوزيتيف يعني دهن بدهن، فهذا يجي دا يخترق ما راح يقدر. مثلا على سبيل المثال مثل عند الفانكومايسين. اوكي فسميه اولا امبرميابيلتي resistance to glycopeptide antibiotics such as vancomycin رقم واحد. خلاص فهمتها، روح اقراها بالملزمه ما راح تفهم كل شيء، لكن هنا شوف وانت اصلا اذا كتبت للدكتور هيك راح يشوف انه انت في الطالب يعني فاهم واصلا عبر الدكتور بمراحل. اوكي ثانيا عندي اللي هو افلكس بامب از ان جرام نيجاتيف بكتيريا. طلاب الافلكس على سبيل المثال هذا البكتيريا تمام، الافلكس هنا مضخه تمام، يجي مثلا على سبيل المثال هو عبر، المثل على سبيل المثال فانكومايسين، خلينا ناخذ مثال الفانكومايسين عبر، هو احنا قلنا ما يعبر بس على سبيل المثال نقول عبر، هذا الفانكومايسين جاي هنا يفتر. اوكي هذا المضخه موتور داخل الخليه يطلع الفانكومايسين من داخل الخليه الى الخارج، يطلع ما يخليه اصلا يستقر داخل الخليه، فيسمونه افلكس بامب از ان جرام نيجاتيف بكتيريا تمام. فهمت وصلت الفكره اكيد. ثالثا عندي شنو اللي هو دقيقة، ثالثا عندي انزيماتيك انكتيفيشن از ان سيدوموناس ايرجينوزا. طلاب انزيماتيك انكتيفيشن از ان سيدوموناس ايرجينوزا يعني شنو انزيماتيك انكتيفيشن؟ طلاب يعني هو انزيم داخل الخلية على سبيل المثال هذا الخلية. اوكي هذا الفانكومايسين عبر العبر المضخه، هاي المضخه هاي بقى هناك فانكومايسين، يعني اكو انزيم يسمونه بيتا لاكتيميزس على سبيل المثال. اوكي هذا هو البيتا لاكتيميزس، هذا الانزيم من يشوف الفانكومايسين هنا يجي عليه ويكسره.
اوكي ما راح يخليه يشتغل، يسمونها انزيماتيك انكتيفيشن. مثلا موجود وين هذا؟ موجود خصوصا بالسيدوموناس ايرجينوزا. اوكي متفقين؟ زين هذا فهمناه وهذا فهمناه. نجي للنوع الرابع اللي هو biofilms degradation of beta lactam as a result of high concentrations of beta lactam in biofilms. شوفوا طلاب هذا عندي حتى بس تفهمها، انه biofilms degradation of beta lactam as a result of high concentrations of beta lactam in biofilm. يعني هنا عندي biofilms degradation، يعني شنو degradation of beta lactam as a result of high concentration of high concentration of bacteria in the biofilms. يعني على سبيل المثال هذا عندي عينة، اوكي عينة بها بكتيريا على سبيل المثال بهذا العدد، شوف عددها كثير جدا تمام، وجبت لها قطرة، جبت لها قطرة مال مثلا على سبيل المثال فانكومايسين، فهذه البكتيريا تركيز البكتيريا اكثر من تركيز الفانكومايسين، فاذا ما راح يشتغل، راح البكتيريا هي تسيطر، البكتيريا تجي تقتل تجي تكسر الفانكومايسين فما راح يشتغل. اوكي فشو يسمونه؟ يسمونه بايفيلمز ديجريديشن اوف بيتا لاكتام as in high concentration of beta as in high concentration of bacteria in the biofilms. وصلت الفكرة؟ فإذا هذه كل ما بالموضوع بالنسبة للكروموسوم الانترنسك، وتحدى دكتور شرحه بهذه الطريقة. أوكي زين نجي للأكوارد اللي هي مكتسبة. طلاب بالنسبة للأكوارد حتى بس نتفق لي قدام، أنه عندي أولا enzymatic activation as a beta lactamase for beta lactam drug، هذا النقطة وهذا النقطة مشابهة للإنترنسك، مشابهة نصا يعني ما بها أي اختلاف، عندنا بس هاي جديدة اللي هي هاي جديدة وهذه جديدة. زين خلينا نعيد هذا النقطة الأولى والرابعة ونرجع النقطة الثانية والثالثة. شوف أولا enzymatic activation as in beta lactam drug as in beta lactamases to beta lactam drug. خلاص نجي النقطة الرابعة اللي هي flux as in streptococcus pneumonia and streptococcus pyogenes as in streptococcus pneumonia and streptococcus pyogenes resistance to resistance to macrolides. تمام efflux as in streptococcus pneumonia and streptococcus pyogenes resistance to pyogenes resistance to macrolides. اوكي هذه مهمة جدا طلاب، اللي هي شني؟ اللي هي efflux as streptococcus pneumonia and streptococcus pyogenes resistance to macrolides. زين احنا فهمنا هذا وفهمنا هذا، بقى عندنا النقطتين، النقطة الثانية والثالثة. النقطة الثانية هي question new target as in MRSA. question new target as in MRSA. question new target as in MRSA. طلاب على سبيل المثال هذا الفانكومايسين، تمام؟ احنا دائما ناخذ مثال واحد حتى ما يصير عندنا فد ارتباك بالمعلومات. هاي الخلية على سبيل المثال، اوكي؟ هاي الخلية. اوكي؟ هاي شلون الرسم؟ شوف على سبيل المثال هاي عندنا الخلية. اوكي؟ عندها ريسبترات هنا هالشكل صاير، تمام؟ والفانكومايسين الفانكومايسين هالشكل صاير، اوكي؟ فهذا راح يجي هنا، يجي يقعد هنا ويشتغل، اموره طيبة، تمام؟ زين على سبيل المثال إذا صار مثلا question new target as in MRSA، إذا مثلا question new target as in MRSA، مثلا هذا الفانكومايسين جاي يجي بس ما راح يجي على التارجت ماله، ما راح يجي على هذا التارجت، راح يجي هنا. اوكي question new target as in MRSA ما راح يشتغل. اوكي زين خلينا ننتقل للثالث، خلينا ننتقل للثالث اللي هو target site modification. طلاب target site modification فكرته مقاربه للثاني. شوف هسه راح اوضح لك اياه. احنا قلنا هسه بالنسبه للتارجت سايت modification عندنا نقط، عندنا اي وبي. اولا بالنسبه للتارجت سايت موديفيكيشن اللي هو على سبيل المثال هاي الخليه، اوكي وعندنا هذا، عندنا هذا الريسبتر ماله، فهذا لما يصير هذا هو الريسبتر الطبيعي النورمال، شوف شو راح يصير به تغيير، هذا راح نحذفه على سبيل المثال اسف دقيقه، هسه هو هذا الطبيعي تمام، وهذا عندنا الفانكومايسين على سبيل المثال، هذا راح يجي هنا، يجي يقعد هنا مكانه. اوكي اموره طيبه واشتغل خلاص. زين اذا صار بي موديفيكيشنز تعديل يعني، او صار بي فد يعني مو طبيعي مو نورمال، يسمونه اولا اما انه كروموسومال ميوتيشن،
مثلا على سبيل المثال يصير شكله هالشكل، والفانكومايسين مثلا يجي هالشكل، فهذا يجي هنا ما راح يشتغل، ما راح يجي يقعد مكانه، شلون هيج ما راح يقعد مكانه، اذا خطأ. اوكي، او انزيمتك موديفيكيشن ريدوس افينيتي اوف انتي مايكروبيال تو ذير تارجت، او انزيمتك موديفيكيشن مثلا انزيم يمنع الارتباط القوي. هو اوكي جاي قاعد هنا مكانه، شوفوا طلاب، اوكي هو جاء هو الفانكومايسين اجى قاعد مكانه، اوكي هذا مكانه على سبيل المثال، اجى قاعد مكانه هذا الفانكومايسين فانكو، وهذا الريسبتر. لكن شنو الفكره طلاب؟ الفكره انه انزيمتك موديفيكيشن يعني الانزيم يمنع اللي هو ريديوس افينيتي اوف انتي مايكروبيال تو ذير تارجت، راح يقلل الجذب، راح يقلل انه ما راح ينجذب له بالصوره الصحيحه. يعني يصير شلون اشرح لك اياها، يعني اتمنى وصلت الفكره. ريديوس افينيتي الجذب ما راح ينجذب، ما راح يتماسك بيه بقوه، اوكي فما راح يشتغل. اوكي فهذا بالنسبه للاكوايرد. اوكي ممكن تشوفه معقده، لكن اذا فهمتها تقدر انت بالامتحان ترسم هيش وتتذكر المعلومات مالك. اوكي واعتقد واضحه جدا، وانا دائما استند على انه المخططات هيش يعني توصل الفكره للطالب بالصوره الصحيحه. زين، بعد عندي ننتقل للموضوع الاخر. هسه احنا شوف ايش قد اختصرت لك الكروموسومال انترنسيك، اختصرت لك هاي الصفحه وهاي الصفحه راح نعبرها وهاي الصفحه وهاي الصفحه. شوف وصلنا للبيتا لاكتميزس. طلاب بالنسبه للبيتا لاكتميزس تشوفون انه البيتا لاكتميزس بها ايضا شرح، تمام؟ هذا هو موضوع بيتا لاكتميزس. شوفوا طلاب انه دقيقه، طلاب انه مثل ما جاي تشوفون، شوف شرح عندي صفحه صفحتين، انا بالنسبه لي راح اختصر لك اياها بمخطط، مرتب لك اياها بمخطط حتى اربط لك المعلومات. اوكي ننتقل للمخطط مالنا اللي هو بيتا لاكتميزس. بيتا دقيقه خلينا نشوف شنو هي البيتا لاكتميزس قبل لا ننتقل للمخطط. البيتا لاكتميزس طلاب مثل ما على سبيل المثال احنا عندنا دائما انه لازم نعرف انه بيتا لاكتميزس ار انزيمز ذات هيدرولايز ذا بيتا لاكتم رينج تو ان اكتيف بنسلونيك اسيد. طلاب البنسلين بحد ذاته، ان البنسلين يتكون من شنو اصلا؟ هو البنسلين طلاب يتكون من البنسلين يتكون من بيتا لاكتم رينج، بيتا لاكتم رينج، تمام؟ اولا، ثانيا يتكون من ثيازولايدين رينج، تمام؟ وثالثا يتكون من 6 امينو بنسيلونيك اسيد، تمام؟ زين 6 امينو بنسيلونيك اسيد. طلاب الكور ستراكشر الهيكل الاساسي مال البنسلين منه بيتا لاكتم رينج، تمام؟ هذه هي الكور الاساسي، هذه اذا كسرتها البنسلين ما يشتغل. انا كسرت الهيكل ماله خلاص، انه هو ما يشتغل خلاص. اوكي كانما تضرب القاعده الاساسيه له. متفقين ان شاء الله. فاذا هو من تكسر القاعده الاساسيه بيتا لاكتميزس اللي هي عباره عن انزيمات ذات هيدرولايز ذات هيدرولايز ذا بيتا لاكتم رينج تو انكتيفيت بنسلونيك اسيد اند انكتيفيتنج ذا انتي بايوتكس. زين كلاسيفايد اكوردنج تو امينو موديفيكيشنز انتو فور جروبس. خلينا ننتقل للمخطط حتى نفهمها بالصوره الصحيحه. اوكي احنا راح نرجع مباشره، نرجع للبيتا لاكتميزس انهبيترز. زين عندنا هذه هي البيتا لاكتميزس. شوفوا طلاب مثل ما جاي تشوفون عندنا بيتا لاكتميزس كلاسيفايد اكوردنج تو امينو اسيد موديفيكيشنز انتو فور جروبس، تمام؟ عندي اولا كلاس اي، تمام؟ كلاس اي شو يسمونه اكستند سبيكترم بيتا لاكتميزس اللي هو اسبل، تمام؟ اكستند سبيكترم بيتا لاكتميزس. زين هذا شلون يشتغل؟ شوفوا طلاب هذا هو اصلا هو بيتا لاكتميزس، يعني يكسر
مقاوم، مقاوم هو انزيم مقاوم للانتي بايوتكس. زين، اول ما يجي يقاوم لي، يقاوم لي الريسيستنس اول بنسلينز، كل انواع البنسلينز، تمام، ويقاوم لي الفيرست والسكند والثيرد جنريشنز اوف ذا سيفالوسبورينز، تمام. هذه الادويه راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. الريسيستنس تو مونوباكتم، مو بالمحاضرات القادمه، بنفس المحاضره راح ناخذ البنسلين وايضا راح ناخذ السيفالوسبورينز. وعندنا فيرست و... وطبعا السيفالوسبورينز خمس جنريشن، يعني 5 1 2 3 4 5 اوكي، لكن هو مقاوم للاول والثاني والثالث و نعم والمونوباكتم. زين، عندنا اوفركم باي بيتا لاكتم، بيتا لاكتميزيس انهبيتور، يعني هذا انه اني اذا خليت مثلا على سبيل المثال بيتا لاكتم، بيتا لاكتميزيس انهبيتور اللي هسه راح ناخذه، اللي هي شنو عندي بيتا لاكتميزيس انهبيتور حتى بس تعرفه. بيتا لاكتميزيس انهبيتور يا ابطال اللي هي عندي اولا كلافيولينيك اسيد. زين، ثانيا عندي اولا كلافيولينيك اسيد، ثانيا عندي السالبيكتم، وثالثا عندي تازوبيكتم. تمام، هذنا شبيهنا، هذنا هذنا يقدر انه يثبطن هذا النوع من البيتا لاكتميزس. يعني من اجي اخلط وياها مثلا، مثلا على سبيل المثال انطيتك بنسلين وانطيتك تازوبكتم او سالبكتم او انطيتك لافيلونيك اسيد وموجوده هذه اللي هي اسبل كلاس اي، تمام، او يسمونها اكسين سبيكترم بيتا لاكتميزس، عادي يشتغل، راح ما هذه ما راح تقدر تشتغل. وصلت الفكره؟ هذه مهمه جدا. نيجي للنوع الثاني اللي يسمونه ميتالو بيتا لاكتميز، يسمونه ام بي ال اس، اوكي، اللي هو ريسيستنس تو كاربابينيمز، تمام، وريسيستنس كان بي اوفركم باي بيتا لاكتم اند بلس بيتا لاكتميز انهبيتور. يعني هذا اذا خلطت ويا بيتا لاكتميز انهبيتور ولا ما خلطت نفس الشيء، لان هذه مقاومه الهن. وصلت الفكره؟ مقاومه الهن. يعني عند الاول، النوع الاول طلاب، النوع الاول والنوع الاخير هذنا اقدر اوفركم، يعني اقدر اخلط وياها الماده وما يشتغلن، وقلنا ان الماده اللي هي بيتا لاكتميزيس انهبيتر. لكن النوع الثاني والنوع الثالث اذا خلطت ولا ما خلطت نفس الشيء، اوكي. زين، النوع الثاني اللي ذكرنا انه ريسيستنس تو كاربابينيمز، النوع الثاني هو ميتالو بيتا لاكتميز كلاس بي اللي هي ريسيستنس تو كاربابينيمز، وايضا عندنا ريسيست كانت بي اوفركم باي بيتا لاكتم بلس بيتا لاكتميز انهبيتور، تمام، وكلاس سي اللي يسمونه اي ام بي سي بيتا لاكتميز، اي ام بي سي بيتا لاكتميز، تمام، اللي هو ريسيستنس كانت بي اوفركم باي بيتا لاكتم بلس بيتا لاكتميز انهبيتور. هذه فقط المعلومه المهمه عنه، اوكي. زين، كلاس دي اللي هو ريسيستنت كان بي اوفركم باي بيتا لاكتم بلس بيتا لاكتميز انهبيتور، اوكي. هذه اهم المعلومات عن هذا الانواع بيتا لاكتميز كلاسيفايد اكوردنج تو امينو اسيد موديفيكيشنز انتو فور جروبس. ممكن السؤال شلون يجيني؟ ممكن يقول لك عدد لي اياهن بيتا لاكتميز، عدد لي اياهن وتحدث لي رايت اباوت 1، او يجي لك ام سي كيو. تخيل انه يجي لك ام سي كيو ويذكر لك من ضمن ام سي كيو، خصوصا هاي النقطة الرابعة اللي ركزت لك عليها، هاي النقطة الرابعة مهمة جدا. هاي بكلها نشوف هاي مقارنة بيناتهم، عند النوع الأول والنوع الأخير يا بطل، النوع الأول والنوع الأخير اللي هو كلاس A وكلاس D، اللي هو كلاس D اللي قلنا أوكساسيلينيز اللي هو ريسيستنس، ريسيستنس كان بي أوفركم باي بيتا لاكتم بلس بيتا لاكتميز انهبيتور، خلاص أموره طيبة، أوكي. والنوع الأول أيضا، النوع الاول ذكرنا انه resistance to penicillin, resistance to first and second third generations of the cephalosporins, resistance to monobactams, okay, were overcome by beta lactam plus beta lactamase inhibitor. النوع الاول اللي هو شنو؟ extend spectrum beta lactamases. النوع الثاني اللي هو ميتالو بيتا لاكتميزس، اوكي، resistance to carbapenems، اوكي، هذا العلاج دواء، اوكي، و resistance cannot be overcome by beta lactam plus beta lactamases. resistance cannot be overcome by beta lactam plus beta lactamase inhibitor.
النوع الرابع والاخير اللي الكلاس دي اوكساسيلينيز اللي هو ريسيستنس كان بي اوفركم باي بيتا لاكتام بلس بيتا لاكتاميز انهبيتور. اوكي فننتقل بعد عندي لل البيتا اللي ذكرت لك اياها اللي عندي اللي هي بيتا لاكتاميز انهبيتورز اللي هي كلافيولينيك اسيد تمام طلاب وسالبيكتام وتازوبيكتام. اوكي بروتكت ذا بنسلينز فروم ديجريديشنز مثل ما ذكرت لك من التكسر. اوكي اند اكسبنس ذير يوتيليتي يعني تقوي يصير اقوى بعد. اوكي ويمنعه من البيتا لاكتاميزيس خصوصا قلت لك اربعه نوعين فقط اللي هي النوع الاول كلاس اي اكستند سبيكتروم بيتا لاكتاميز انيبيتور اكستند سبيكتروم بيتا لاكتاميزيس والنوع الاخير اللي هو ذكرت لك اياه اللي هو كلاس دي اوكساسيلينيز. اوكي فقط زين النوع الثاني اللي هو كلاس بي ميتالو بيتا لاكتاميزيس ما اقدر استخدم كانت بي اوفركم والنوع الثالث اللي هو كلاس سي اي ام بي سي اي ام بي سي اللي هو ايضا كانت بي اوفركم باي بيتا بيتا لاكتام بلس بيتا لاكتاميز انهبيتور. اوكي زين نيجي للادويه طلاب بعدها نجي للأدوية اللي تشتغل على السيل وول سينثيسيس. احنا ذكرنا هنا شوفوا طلاب الانتي بايوتكس حتى بس اسوي لك ربط بالمعلومات الانتي بايوتكس قلنا تشتغل على سيل وول سينثيسيس صح؟ والسيل ممبرين وتثبط لي ايضا البروتين سينثيسيس وانهبيشن اوف نوكليك اسيد سينثيسيس كل هاي واحدة واحدة الأدوية مجاميع من الادويه انا هسه جيت اخذت لك هسه راح ناخذ هذا النوع الاول. اوكي مجموعه من الادويه اللي هو هذا شوف عندي اللي هو طبعا هذه كلها اختصرت لك اياها بالمخطط. اوكي زين عندي اللي هو هذا النوع اللي هو يشتغل على السيل وول سينثيسيس شنو الادويه اللي هي بنسلين سيفالسبورين سبونوباكتون باستراسين فانكومايسين جامع لك اياها بكلمه باسم بي في يعني جسم يعني كيف تريد شو ما تريد تحفظه احفظه بس يعني هذا الاسم اللي دائما اذكره باسم بي في. اوكي اللي هو البي اللي هو بنسلين سيفالسبورين سبونوباكتوم باستراسين وتتراس عفوا باستراسين وفانكومايسين باسم بي في. اوكي فاذا عندي البنسلين سيفالسبورين مونوباكتوم باستراسين وفانكومايسين. اوكي هذه وين يشتغلين على السيل وول سينثيسيس انهبيشن يعني يثبطن تكوين او تغليق جدار الخليه. اوكي زين وطبعا هذه النوع من الادويه اللي يسمونها بيتا لاكتام دراجز. اوكي انهبيشن سيل وول جروب اوف دراجز اللي هي بيتا لاكتام دراجز ذيس دراجز كونتين بيتا لاكتام رينج تحتوي على بيتا لاكتام رينج وذكرت لك اللي هي بنسلين الاساس ماله اصلا هو بيتا لاكتام رينج تمام والسيفالسبورين ايضا والمونوباكتام والباستراسين والفانكومايسين كل هذين بهن يحتوون على البيتا لاكتام تمام خلا احنا هسه اول ما نجي ناخذ راح ناخذ البنسلينز هسه ذكرت لك قبل شويه ذكرت لك انه الكيميكال ستراكشر ماله اللي هو مثل ما راسم لك هنا طبعا شوف الرسم هنا اوكي موضح لك ايضا اكثر حتى ما تنساها اول عند البيتا لاكتام رينج اللي هي السوداء اللي هي اللون القاعده الاساسيه وثيازولايدين رينج وبالاضافه الى ذلك يعني 6 امينو بنسلونيك اسيد هذا ممكن يقول لك ريمبر كيميكال ستراكشرز اوف ذا بنسلينز سؤال يعني اوكي اكثر من هذا ما يجي كانه دائما اخذ الموضوع بسهوله لا تاخذه بتعقيد من تاخذه بتعقيد يصير معقد بدماغك ما تقدر حتى تفهمه ولا تقدر يعني اوكي ابطال زين بالنسبه للميكانيزمز اوف اكشن طلاب ميكانيزمز اوف اكشن البنسلينز ننتقل ايضا للمخطط مرتب لك اياه مخطط يعني حتى شنو حتى امورك طيبه تصير شوف بالنسبه للميكانيزمز اوف اكشن اوف ذا بنسلينز نيجي هنا ميكانيزمز اوف اكشنز اوف بنسلين هذا هو الميكانيزمز اوف اكشنز اوف بنسلين طلع البنسلين شلون يشتغل انا اريد اعرف البنسلين شلون يشتغل اوكي ممكن وسؤال جدا جدا مهم يقول لك انه رايت اباوت ذا ميكانيزمز اوف بنسلين سؤال جدا يعني فد ايزي المهم اولا انهبت بكتيريا سيل وولز انزيم such as ترانسبكتيديز شوفوا طلاب
حتى بس أسوي لك مقارنة بين النقاط. أولاً هابت بكتيريا سيل وول إنزيمز، يعني هذا البنسلين يجي على الإنزيمات اللي على الإنزيمات المتخصصة لجدار الخلية ويثبطها، مثلاً ترانسبيبتيديز. جدار الخلية على الإنزيمات المتخصصة لجدار الخلية أول إنهبت بكتيريا سيل وول إنزيمز such as transpeptidase. تمام؟ تمام. ثانياً إنهبت بكتيريال إنزيمز بنسلين بايندينج بروتينز ذات كاتاليز ذا لاست ستيب اوف بيبتايدك لايكان سينديزيس. شوف طلاب، هسه راح اوضح لك هاي الفكره. زين، انهبت بكتيريال انزيمز، انهبت بكتيريال انزيمز بنسلين بايندينج بروتينز ذات كاتاليز ذا لاست ستيب اوف بيبتايدك لايكان. يعني شلون؟ يعني هذا يجي يثبط لي الانزيمات مال الخليه نفسها وليس انزيمات جدار الخليه. احنا بالنقطة الأولى قلنا انزيمات جدار الخلية، بالنقطة الثانية انزيمات الخلية نفسها اللي هي بنسلين بايندينج بروتينز ذات كاتاليز ذا لاست ستيب او بيبتايد لايكان، يعني التي تحلل الخطوة الأخيرة من صناعة البيبتايد لايكان، لأن هو أصلا البيبتايد لايكان جدار الخلية، هذا الخلية جدارها يتكون من بيبتايد لايكان. أوكي، يعني حتى أنه ذكر لك هنا ترانس بيبتيديز، بيبتيديز معناها انزيم انزيم متخصص للبيبتايدوغلايكان. اوكي، يحلل بيبتايدوغلايكان. زين زين، هسه فهمنا النقطه الثانيه اللي هي انهبت بكتيريال انزيمز اللي هي بنسلين بايندينج بروتينز ذات كاتاليز ذا لاست ستيب اوف بيبتايدوغلايكان سينديزيس. النقطه الثالثه بنسلين بايند تو بكتيريال انزيمز فول بكتيريا سيل ديفيجن. شوف طلاب، أنه بنسلين bind to bacterial enzymes involve bacterial cell division، يعني الخلية هي جاي تنقسم بالcell division، ما لها شغلة يعني هي، ويجي هذا البنسلين عرضة، يعني شون كأنما أنت جاي تبني طابوق وكأنما يعني تجي توقف هذا البناء، عرضة يجي يتعرض، أنه هي الخلية جاي تتكاثر بالcell division ويجي هذا البنسلين عرضة إلها، فيسمونه أنه بنسلين bind to bacterial enzymes. أوكي، بنسلين bind to bacterial enzymes involving bacterial cell division. أوكي زين، نجي للنقطة الرابعة والأخيرة اللي هي trigger membrane associated autolytic enzymes that destroy the cell wall. trigger membrane associated autolytic enzymes that destroy the cell wall، يعني عندنا أكو إنزيمات موجودة بجدار الخلية، هذه الانزيمات مسؤولة عن تحلل الذاتي لجدار الخلية، هذا البنسلين يجي يحفز هذا الانزيمات. اوكي، البنسلين يجي يحفز لي هذا الانزيمات المسؤولة عن تحلل جدار الخلية، خلاص كل الموضوع ما بشي، فيسمون شنو trigger membrane associated autolytic enzymes that destroy the cell wall. اوكي، فاذا عندي نقطة 1 2 3 4 لازم تفهم لي اياهن يا طلاب، تفهمون لي اياهن الميكانيزم سو بنسلين شنو، مهم جدا يعني جدا مهم، ما بيها مجال. تريد تحفظه على الملزمة نفسه هو موجود، يعني مو حفظ إنما تفهمه على الملزمة، تريد على هذا المخطط التقط له سكرين وأمورك طيبة. أوكي، أنا دائما يعني حتى أوصل الفكرة للطلاب فأرتب المخططات وأشرح عليها بعض المواضيع وليس كلها، يعني بعض المواضيع اللي تحتاج. أوكي، حتى بالأناتومي فيسيولوجي كل المواد. زين، بايوكيمستري. زين، عندنا هسه قلنا رقم واحد حتى ركز عليه لأنه مهم جدا، أول إنهبت بكتيريال إنزيمز، أول إنهبت بكتيريا سيل وول إنزيمز such as transpeptidase، ثاني إنهبت بكتيريا إنزيمز بنسلين بايندينج بروتينز that catalyze the last step of peptidoglycan synthesis. أوكي، ثالثا بنسلين bind to bacterial enzymes involving bacterial cell division. النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي trigger membrane associated autolytic enzymes، trigger membrane associated autolytic enzymes، تمام، that destroy the cell wall. ماشي زين، بعد ايش عندي؟ هذه خلصنا بالنسبة للميكانيزمز اللي قلت لك عليها. نقطة رقم واحد شنو هي؟ أولا inhibit bacterial cell wall enzymes، تمام،
بس انا يعني قالب لك النقاط من الاسهل الى اصعب. رقم هذه هي نقطه واحد بالمخطط. اوكي زين. اول انهبت بكتيريا سيل وانزيمز such as transpeptidase. ثاني انهبت بكتيريا انزيمز بنسلين بايندينج بروتينز ذات ديستروي ذا لاست ستيب اوف الدايجليكان. النقطه رقم ثلاثة اللي هي هذه نقطة رقم ثلاثة بنسلين bind to bacterial enzymes involved in bacterial cell division. ونقطة أربعة بالمخطط اللي هي trigger membrane associated autolytic enzymes trigger membrane associated autolytic enzymes. تمام autolytic enzymes autolytic enzymes that destroy the cell wall that destroy the cell wall. زين mechanisms of resistance. طلب mechanisms of resistance. أولا destruction of beta lactam ring by beta lactamase enzymes. ثانية ability of penicillin to bind inability of penicillin to bind inability of penicillin to reach to its target site. والنقطة الثالثة اللي هي mutational changes in the original penicillin binding proteins. شنو هذا طلاب؟ لازم تفهمها. شوف يا بطل سهلة جدا. أولا أول شغلة أنا أجي الميكانيزمز اوف ريسيستنس تو بنسلين يعني المقاومه للبنسلين هذا الميكروب. انا مثلا على سبيل المثال اي نوع من الميكروبات ببالك بكيفك انت ستريبتوكوكس ستافيلوكوكس بكيفك انت لما يجي يقاوم للبنسلين اوكي شلون يقاوم على اي اساس؟ يقاوم على اساس هاي الثلاث نقاط زين. الاولى انه يكسر القاع الهيكل الاساسي ماله هو بيتا لاكتام رينج اتفقنا عليه هذا تمام. فاذا اولا ديستركشن اوف بيتا لاكتام رينج باي تلاكتاميز انزيمز تمام. ثانيا اللي هي inability of penicillin inability of penicillin to penetrate the cell wall to reach to its target site. البنسلين ما يقدر يخترق جدار الخلية أصلا حتى يصل إلى الأساس ماله حتى يصل إلى الهدف ماله ما راح يقدر يصل فما راح يشتغل أوكي لأن ما راح يقدر يدخل إلى داخل الخلية أوكي. inability of penicillin to penetrate the cell membrane to reach to its target site. ثالثا mutational genes in the original mutational genes in the original penicillin binding proteins. البنسلين يجي يرتبط شوف طلاب هذا رسمه يعني توضيحيه. البنسلين هو خليني ارسمها من جده وجديد شوف على سبيل المثال هذا هو البنسلين اوكي. البنسلين هو متعود انه او معتاد انه دائما يجي يشتغل لهنا تمام. يجي هذا البنسلين يجي يقعد بالقاعده مالته الاساسيه هنا ويجي يشتغل اموره طيبه صح. ميوتيشن تشينز ذا اوريجينال بنسلين بايندينج بروتينز. النقطه الثالثه جا اوضح لك على سبيل المثال في يوم من الايام صار تغيير قلبت عليه الخليه اوكي صارت انه صارت على سبيل المثال القاعده بهذا الشكل هيك تمام. فالبنسلين هو مثلث اصلا فراح من يجي هنا ما راح يقعد بالقاعده مالته راح انا يعني قلبه عليه تمام فما راح يشتغل متفقين. هذه هو الريسيستنس. فاذا جدا سهله اولا وهذه راح نستند عليها بكل الانواع تمام. فاذا عندي اولا رقم واحد اولا ديستركشن اوف بيتا لاكتام رينج باي بيتا لاكتاميز انزيمز تمام. ثاني ابيليتي اوف بنسلين تو ريتش تو انابيليتي اوف بنسلين تو بنتريت ذا سيل وول تو ريتش تو اتس تارجت سايت. النقطه الثالثه والاخيره خلاص النقطه الثالثه والاخيره واقفل اللي هي شنو عندي اللي هي ميوتيشنال تشينز ان ذا ميوتيشنال تشينز ان ذا اوريجينال بنسلين بايندينج بروتينز mutational genes in the origin of penicillin binding proteins. نيجي للtypes of penicillin. طلاب تشوف انه شقد هاي شرح واحد اثنين ثلاثة لا صفحتين تقريبا هذا اذا جيت قرأته انت يعني ما راح تفهمه بالصورة الصحيحة ما راح تكتفي بالقراءة انت تشوف نفسك انه عندك نقص بالمعلومات okay. فهي اللي حسن الحظ انه الدكتورة نقلت لكم هذا اللي موجود بالمصدر هذا الجدول والجدول هذا احترافي. انا ايش سويت؟ نقلت لك المعلومات النقص بهذا الكلام اوكي بهذا الكلام المعلومات النقص جيت نقلت لك اياها هنا اوكي. فتقدر تقتلها سكرين وتقدر تعتمد عليها يعني مثلا يقول لك انيوميريت تايبس اوف بنسلين على سبيل المثال يقول لك سؤال انيوميريت تايبس اوف بنسلين اوكي انت تذكر له هذا الجدول تكتب له هذا الجدول وهي المعلومات اوكي تمام طلاب. فاذا عندنا الانيوميريت تايبس اوف بنسلين مثلا او يقول لك رايت اباوت ذا تايبس اوف بنسلين اوكي ممكن السؤال تكون باي صيغه زين. عندنا النوع الاول يسمونه ناتشرال بنسلين. ناتشرال بنسلين هو بنسلين جي وفي اوكي يشتغل ضد منه الجرام بوزيتيف الجرام نيجاتيف كوكسي وجرام بوزيتيف باسيلايس باريتشيتس اوكي هذا مهم جدا تمام. النوع الثاني اللي هو انتي ستافيلوكوكل. انتي ستافيلوكوكل اللي هو كلوكساسيلين تمام ميثيسيلين اوكساسيلين نافسيلين
يشتغل ضد منه؟ يشتغل ضد الستافيلوكوكسي، يشتغل ضد الستافيلوكوكسي اورياس اند ابيديرميدس. تمام، ستافيلوكوكس اورياس اند ابيديرميدس. اوكي زين، اكستند سبيكتروم اللي هو الاموكسيسيلين. طلاب بالنسبه عندنا هنا الاوبر يعني، تمام، اموكسيسيلين والامبيسيلين. انت في بعض الاحيان النوبات مثلا تتمرض فتروح للصيدلاني فتقول له اعطيني ابره، اوكي، فراح يعطيك هاي الابره فاقراها، راح مكتوب بها يعني اموكسيسيلين او امبيسيلين، واحده من الاثنين. هذه طبعا تشتغل شغل البنسلين جي، اوكي، يعني هي ضد الجرام بوزيتيف بشكل عام يعني اقوى، وايضا شويه بها اقوى بعد اكثر من البنسلين جي ضد الجرام نيجاتيف، اوكي، يعني مطوره شويه بها تطور ضد الجرام نيجاتيف. زين نجي للانتي سيدومونال اللي هي الانتي سيدومونال اللي هي شنو؟ تيغارسلين، بايبيراسلين، كاربينسلين. تشتغل ضد منه؟ ضد السيدوموناس ايرجيونازا اند بروتياس. تمام، وطبعا هذه لا تستخدم في علاج الانفكشنز المتسببه بواسطه الجرام بوزيتيف، لانه البنسلين جي والامينو بنسلينز هو اقوى من الانتي سيدومونال. تمام، متفقين؟ يعني هي سيدو ضد السيدومونال، سيدوموناس ايرجيونازا وبروتياس، وكل انواع السيدومونالس ديسترويد باي بيتا لاكتميزس، يعني كل السيدومونالس تحطم عن طريق البيتا لاكتميزس. اوكي، إعادة سريعة، يلا إعادة سريعة، خلينا نشوف. احنا دائما ريفيجن نسوي لكل موضوع نخلصه. شوف طلع السؤال ممكن يجيك انيوميريت تايبس اوف بنسلين، فانت راح تذكر هذا الشرح اكيد يعني، فتصاب بحالة من الذعر يعني، راح تدوخ او شوية تصير عندك رهبة، فبس من تذكر الجدول راح تقول لا الامور طيبة. تمام، اولا انه عندك انيوميريت تايبس اوف بنسلين. اولا ناتشرال بنسلين، بنسلين طبيعي موجود بالطبيعة اللي هو بنسلين جي وبنسلين في، ضد منه؟ ضد الجرام بوزيتيف كوكسي والجرام نيجاتيف كوكسي والجرام بوزيتيف باسيلاي واسبايروتشيتس. خلاص، النوع الثاني اللي هو انتي ستافيلوكوكل، الانتي ستافيلوكوكل اللي هو كلوكساسيلين، ميثيسيلين، اوكساسيلين، نافاسيلين. اوكي، يشتغل ضد منه هذا؟ ضد السيدوموناس، ضد اللي احنا ذكرناه انتي ستافيلوكوكل اللي هو ضد ستافيلوكوكس اورياس اند ابيديرميدس. تمام، اكستندد سبيكتروم اللي هو الاموكسيسيلين والامبيسيلين، يشتغل ضد منه؟ يشتغل شغل البنسلين جي لكنه اقوى، مور بوتنت اجينست ذا جرام نيجاتيف. اوكي، متفقين؟ اللي هو يسمونه اكستندد سبيكتروم، اكستندد يعني شويه طيف ماله اوسع اقوى. اوكي زين، يعني هسه هو شوي اكستند اكثر توسع من من الناتشرال بنسلين، اصلا هو البنسلين جي وبنسلين في هو برود سبيكترم. تمام، فيصير توسع الطيف ماله وشغله اكثر، يعني اكثر توسعا اللي هو الاموكسيسيلين والامبيسيلين، يعني يقتل ما يعني كل شيء. اوكي، اموكسيسيلين والامبيسيلين هو سيم از ذا بنسلين جي بات مور بوتنت اجينست ذا جرام نيجاتيف. زين، اجينا النوع الرابع اللي هو الانتي سيدومونال. طلاب الانتي سيدومونال اللي هو تيكارسلين، بايبيراسلين، تيكارسلين، بايبيراسلين، وكاربينسلين. تمام، اللي هو اجينست ذا سيدوموناس ايرجينوزا اند بروتياس، اجينست ذا سيدوموناس ايرجينوزا اند بروتياس. وهذا نوع من الملاحظه ايضا نقلت لكم اياها حتى ما تروح هناك، يعني ما ترجع هنا، لا يعني تبقى هنا هيك. اوكي، تقتلها سكرين واعتمد عليها ان شاء الله. زين، اللي هو قلت لك الانتي سيدومونال اللي هو تيكارسيلين، بايبيراسيلين، وكاربينسيلين ضد سيدوموناس ايرجينوزا اند بروتياس. طبعا هذا النوع من لا يعالج الانفكشن المتسبب بواسطه الجرام بوزيتيف، لانه البنسلين جي والامينو بنسلينز مور بوتنت، مور بوتنت فور ذيس انفكشنز. تمام، وكذلك كل الانتي سيدومونال، كل الانتي سيدومونال يمكن ان تدمر، كان بي ديسترويد باي بيتا لاكتميزس. اوكي، فطلاب ان شاء الله ننتقل معاكم للمحاضره الثانيه، انتظرونا بالمحاضره الثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.